أهلا بكم مشاهدينا في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه الفاعلة الجمعوية والحقوقية خديجة أهلين، رئيسة جمعية اتحاد المرأة المغربية ورئيسة شبكة جمعيات المرأة المغربية المتحدة في هذا اللقاء الخاص. أهلا بك أستاذة. أهلا، شكرا على الاستضافة والحضور ديالكم للمقر عندنا. مرحبا. نعم أستاذة، بداية هل لك أن تحدثين عن جمعية اتحاد المرأة المغربية وعن أهدافها وبرامجها وأنشطتها؟ جمعية اجتماعية حقوقية تهتم بشؤون المرأة والأسرة، وتضم واحد المجموعة من المراكز، منها مركز التكوين الفندقي والسياحي، مركز سيراميكو فنتيكور، وكذلك مركز اللي هو الأساس، مركز الاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني والدعم النفسي، مركز الوساطة الأسرية مع تكوين النساء في وضعية صعبة وتشغيلهن ليحصلن على دخل اقتصادي. نعم، بالنسبة للجمعيات أو شبكة جمعيات المرأة المغربية المتحدة، ماذا أيضا عن أهدافها والبرامجها وأنشطتها؟ هل هي يعني في نفس المنوال جمعية اتحاد المرأة المغربية؟ من المنطلق ديال جمعية اتحاد المرأة المغربية أننا قررنا أننا النساء المتعاونات اللي رئيستهم نساء، جمعيات اللي رئيستهم نساء، اننا قررنا باش اننا نديروا شبكه جمعيات المراه المغربيه المتحده باش نوسعوا المتطلبات اللي كتحتاجها المراه والاسره بصفه عامه. يعني جمعيه اتحاد المراه المغربيه عندها المراه والاسره، جمعيه بعض الاعضاء ديال الجمعيات شبكه الجمعيات المرأة المغربيه المتحده مختصه في المعاقين ديال النساء، مختصه في الحلاقه والتجميل، مختصه في التراث المغربي. يعني هاد الجمعيات اللي في الشبكه يعني عندهم ماشي اختصاص، ماشي نفس الاختصاص. يعني من خلال حديثك فهمنا انه اهتمام الجمعيتين هو اهتمام بالنساء في وضعيه صعبه. يعني ما هي الخدمات التي تقدمها الجمعيتين للنساء من هذه الفئات؟ جميع ما تحتاجه المرأة اللي كتطلب أنها كتطرق المركز ديالنا وكتستفيد جميع من الاستماع، توجيه، إرشاد قانوني، الدعم النفسي، الوساطة الأسرية. أننا قبل ما نوصلوا للمحكمة أننا كنعملوا الوساطة الأسرية، كنستدعيوا الزوج باش يحضر باش نحلوا المشكل وديا، زيرتو إلا كانوا الوليدات. بالنسبة للمرأة اللي ما عندهاش واحد الدعم اقتصادي، أننا كان عندنا واحد مجموعة ديال الشركات اللي معاهم شراكة باش كنكونوا المرأة وكتشتغل، كنعاونوها كتشتغل. جمعيات اللي في الشبكة كاين اللي كتهتم بالإعاقة، كاين اللي كتهتم بالتراث المغربي. يعني ما تحتاجه المرأة أننا كنحاولوا أننا باش نحقوا لها، أو واحد كود ما باش اننا كتحصل على الحقوق ديالها، ولا حتى في المستوى الاجتماعي انها كنعاونوها باش تحسن من الوضعيه ديالها. كفاعله جمعويه، ما هي الاكراهات التي او الصعوبات التي تصادفكم؟ حنا لحد الان دابا الجمعيه اننا صافي حنا مغاربه، يعني دقات فينا ديك الشوكه ديال العمل الجمعوي، ما يمكن ليناش نوقفوا في كوفيد. خدمنا في كوفيد، عرضنا نفسنا للخطر والناس اللي خدامين معنا، عندنا اطور كتخلص من محامون، من اطباء، من مستمعات، منسقات، مركز حتى هو المصاريف ديال المركز ديال الموضوع. يعني الاكراهات هي الاكراه المادي، ولكن حنا مغاربه عندنا ديك الروح المواطنه. دابا حنا كنعتمدوا حاليا على المدخول الذاتي ديال 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 الاعضاء باش اننا كنسيروا، ما نقدروش نوقفوا. الجمعيه تضم مركز الاستماع والتوجيه والارشاد القانوني والدعم النفسي للنساء والفتيات ضحايا العنف، ويعني ومركز الوساطه الاسريه. ما هي نوعيه الحالات التي يستقبلها هذا المركز واللي هو تابع لجمعيه اتحاد المراه المغربيه؟ كتضم الجمعية مركز الاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني والدعم النفسي ومركز الوساطة الأسرية. الإكراهات اللي الأول
الملفات اللي كنستقبلوا يوميا انها جميع القضايا الحقوقيه اللي كتواجه المراه اننا كنحاولوا اننا باش نستمعوا ليها ونحلوا المشكل وديا بين الزوجين سيرتو ملي كنلقاو المراه عندها واحد المجموعه ديال الاطفال اننا كنحاولوا نستدعوا الزوج باش يحضر عن طريق عون تابع للجمعيه باش اننا نحاولوا نديروا الوساطه الاسريه لان كنتمنى جميع المراكز يطرقوا لهذه النقطه هذه باش نحاولوا ماشي اي ملجأ خصنا نرسلوا للمحاكم اولا تخفيف العبء على المحاكم وعلى النيابه العامه وثانيا اننا الوساطه الاسريه كتلعب دور يعني باش نحافظوا على الاسر المغربيه من التشتت هذا هو الدور الاساسي ديال مراكز السماع او المركز ديالنا اننا كنعملوا الجهد ديالنا باش اننا عندنا النسبه ديال الصلح اكثر من 65% والمراه ملي ما كتبغيش تبغي توضع حل العلاقه ديالها اننا كنواكبوها من ا حتى زد باش اننا كتحصل على الحقوق ديالها كامله. تناضل الحركات النسائيه في المغرب منذ سنوات من اجل انتزاع حقوق لصالح المراه، فهل تعتقدين ان صدور بعض القوانين التي تحمي النساء كقانون محاربه العنف مثلا كافي للقول بان اوضاع النساء بدات تتحسن في المغرب؟ انها وصلت لواحد المراكز يعني عليا في المجتمع ديالنا وكتعتبر المراه هي رهان تحديث ودمقراطيه المجتمع. ولجينا في نشوفوا اننا المراه انها كتعمل في المجتمع ديالنا اكثر من الرجل وانها حققت واحد المكاسب واحد المناصب عليا اكثر من الرجل ومع ذلك ما زالت لا تلقى المستوى المطلوب بها. اننا في اطار المطالبه بالمساواه مازال هذاك النقطه ديال داك الحس ديال داك الذكوري يعني ديال حكر على 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 الرجال يعني خصنا نكسروا هذا الحس باش ان المراه تعطي اكثر واكثر للرفع بهذا المجتمع ديالنا. في رايك هل الحقوق تنتزع ام تمنح؟ الحقوق لا تمنح لا تنتزع يعني المراه كتقلب على المكانه ديالها بنفسها ما غايجيش شي واحد يقول اجي عطاك داك المنصب هي كتشوفوا الكفاءات ديالها والتعليم ديالها ان داك الكفاءه والدراسه ديالها هي اللي كتخليها تموقع في الميدان اللي هي كتستحق انك تعطي اكثر. انا عندنا ثقه تكون في المراه اكثر من الرجل الا ما خداتهاش راه ما غتعطاهاش والحمد لله المراه انها مكافحه في المجتمع ديالنا وانها كتاخذ الحق ديالها بيديها على داك البساط اللي هي كتحقه بنفسها التعليم ديالها بالدرجات بالنقاط بالتعليم العالي ديالها ان هذاك المستوى اللي وصلت ليه هي باش كتحقق الداس ديالها في المجتمع الطبيعي ديال المجتمع المغربي ديالنا. شكرا لك استاذه خديجه اهليل رئيسه جمعيه اتحاد المراه المغربيه على رحابه صدرك وعلى وقتك، نلتقي ان شاء الله في لقاء اخر. نشكر الاستاذه حنان حاريت صحفيه بوكاله الانباء المراه، هذه الوكاله اللي كتهتم بكل ما تحتاجه المراه والاسره، وكنشكركم على هذه البادره اللي كتخدموا فيها وتعملوا فيها. شكرا لك.